السلام عليكم اخواني اخواتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة. عندنا خطة ابل للسبع اشهر القادمة، ونسبة دقة التسريبات اللي عندنا من 85 الى 90%، يعني في معظم الوقت تقدروا تعتمدوا عليها. في عندنا ايربودز ستوديو بعدها ما نزلت، في عندنا اير تاجز بعدهم ما نزلن، في عندنا تو لابتوبس، لابتوبين ابل وعدتنا شهر يونيو الماضي في مؤتمر المطورين وبعدهم ما نزلن، في عندنا ابل تي في، في عندنا ايربودز 3، في عندنا اشياء كثيره بعدها ما وصلت. فاليوم راح نشوف كل هذه الخطط اللي ابل خلال السبع اشهر القادمه، ومتى راح تنزل هذه المنتجات اللي قاعدين ننتظرها. لكن قبل لا نبدا، اذا كنتوا من عشاق التقنيه وعشاق شركه ابل، فكروا في الاشتراك في القناه، لان دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات لمشاهدينا الاعزاء. خلينا ندخل في التفاصيل. ابل هذه السنه ماخذه راحتها، سوت مؤتمر شهر 9، سوت مؤتمر شهر 10، والحين بتسوي مؤتمر شهر 11، والمتوقع ان يكون 17 نوفمبر هو التاريخ للاعلان عن منتجات جديده، وراح نغطي اول باول، وهالمره راح تكون تغطيه افضل من الحلقات الماضيه. في هذا المؤتمر المتوقع الاعلان عن 3 منتجات فقط، 3. اولا ايربودز ستوديو، هذه السماعة اللي المفروض تنزل من شهر 6 الماضي صارت تتأجل وتتأجل وتتأجل، وفي عدة مشاكل في المصانع، مثل ما تأجل الايفون 12 وخبرناكم قبل التأجيل بأشهر انه راح يتأخر، فنفس الشيء الايربودز ستوديو في تأخير في المصانع لعدة اسباب، راح يقصصوا بعض الميزات اللي كانت ابل ناوية تسويها، واحتمال كبير ان تكون نوفمبر هو موعد اعلان عن هذه السماعة. الاعلان قد يكون في مؤتمر الماك اللي راح ينزل في اجهزة اللابتوبات، او قبل عن طريق البريس ريليس او عن طريق الصحافة، فقط راح تحط خبر ابل بدون الاعلان الرسمي. في مؤتمر المطورين يونيو الماضي ابل بدأت خطة تحولها من معالجات انتل الى الارم. هذه المعالجات راح تغير كل شيء مثل ما خبرتكم سابقا، ما راح نعيد ونعيد، لكن راح اقولكم ان خلاص هذا عصر جديد لابل، للابتوباتها، لتصميماتها، لكل شيء. ففي المؤتمر قالت انها راح تنزل لابتوبين، جهازين، ما ذكرت بالضبط المواصفات، لكن ذكرت ان راح تبدا المنتجات توصل بمعالجات الارم نهايه هذه السنه، و17 نوفمبر هو الموعد المرتقب للاعلان عن هذا الجهازين، والجهازين هم كالاتي. المتوقع ان ابل بعدها توها باديه الانتقال لمعالجات الارم، فراح تصنع ماك بوك برو 13 انش بنفس الشاصي بنفس الشيء، ما راح يتغير كثير بمعالج الارم. السنه القادمه راح يتغير الشاصي، راح يتغير كل شيء، وراح يكون الماك بوك التصميم الحالي يختفي تماما، وراح يكون انحف واحلى واخف، وحتى المراوح تكون اصغر، لان الارم وايد فيها فرق بينها وبين الانتل، وايد فيها مواصفات راح نستفيد منها من ناحيه البطاريه، النحافه، قله الحراره اللي توفرها، وكثير من الاشياء. اما اللابتوب الثاني اللي ابل متوقع انها تعلن عنه هو الماك بوك 12 انش. مثل ما تعرفوا الماك بوك 12 انش كنسلوه اخر السنتين، قالوا خلاص احنا ما بنسوي. فالمتوقع ان ابل راح ترجعه بمعالج الارم، نفس الشاصي نفس الديزاين، احتمال يضيفوا اكثر من منفذ، لان هذا الديزاين كان سابقا بمنفذ واحد واللي هو مش عمل، لانك لو بغيت تشحن اللابتوب بمنفذ الشحن وبغيت مثلا توصل HDMI ولا توصل هارد ديسك، ما راح تقدر تسوي هذا الشيء. فتوقع هذه السنة راح يكون بنفس الديزاين نفس التصميم لكن بمنفذين او اكثر. الاسعار متوقع تبدا بين 1099 دولار وحوالي هذا الرقم، ما راح يغلى بشكل كبير ولا راح يرخص بشكل كبير. واللي يسالني في التعليقات عن ابل تي في، هذه السنه ما في خطه لانتاج ابل تي في، احتمال كبير راح يكون شهر 6 القادم، من 3 الى 6 القادم. واللي يسالني عن الايربودز الصغيره الجديده، ما راح يكون في ايربودز هذه الاشهر، اقرب وقت انهم ينزلوا ايربودز هو شهر مارس.
مارس السنة القادمة في 2021. يعني لا أبل تي في ولا إيربوس، لا تنتظروا هذه المنتجات. فإذا حابين تأخذوا المنتجات السنة الماضية مثلا إيربوس برو ولا إيربوس 2، أقولكم بعدها أبل مطولة لحد ما تنزل النسخ الجديدة. أما بخصوص الإير تاكس اللي تكلمنا عنها حتى قبل مؤتمر المطورين شهر 6 الماضي، هذه التكنولوجيا اللي راح تغير العالم كامل، اللي سامسونج وشركات ثانية الحين قاعدة تشتغل بعد نفس الشيء، واحتمال بسيط بسيط جدا أن نقدر نتعامل مع هذه الشركات مع بعض. يعني اكسسوارات سامسونج تشتغل مع الايفون، اكسسوارات الايفون تشتغل مع سامسونج. طبعا هذا الإير تاكس بعد التحليل وبراءة الاختراع والأخبار اللي شفناها من آبل هي أكثر منتج تطوراً في 2020 من آبل. ليش؟ بخبركم التكنولوجيا وراء هذه القطعة الرهيبة. هذه القطعة حجمها صغير جداً ونحيف، بطاريتها تدوم من أسابيع إلى أشهر. تقدر تحطها في أي مكان، في بوقك، في مفتاح السيارة، في الشنطة، في أي مكان. طبعاً هذه القطعة ما فيها لا جي بي اس ولا فيها بلوتوث ولا فيها شيء يستهلك طاقة، فيها فقط U1 chip، فيها رقاقة صغيرة تتواصل مع الايفون 11، الايفون 12، ابل ووتش وكل اجهزة ابل الحديثة. اذا ضاعت بعيد عن تلفونك، طبعا هي بتوصل بينك وبين تلفونك، لكن لو خليتها مثلا في قطار او مثلا في وادي او في مكان يعني بعيد، طبعا هي بتكون ووتر بروف، كيف راح تحصلها؟ لا فيها جي بي اس ولا فيها بيانات ولا فيها شيء عشان تطرش لك البيانات لتلفونك وتخبرك وين هي. ابل سجلت براءة اختراع ان لما اي شخص في عنده اجهزة ابل حديثة، ايفون 11، ايفون 12 او ابل ووتش، يخطف قريب من هذه القطعة، راح هذه القطعة تستعير بعض الكيلو بايتس من بيانات الشخص اللي يمر، وراح تحدث موقعها عن طريق الانترنت من هذاك الشخص في ثواني يعني، وطرش الموقع لصاحب هذه القطعة. فبكذا انت ما تحتاج تدفع بيانات لهذه القطعة، بكذا ما راح تحتاج انك تعرف موقعها بالضبط عن طريق الجي بي اس واللي هو يستهلك طاقة كبير. فمن المتوقع هذه التكنولوجيا تخليك تشتريها بسعر رخيص، تشتريها بدون لا تركب بيانات، تشتريها وبطاريتها تدوم بشكل يعني طويل جدا، وحجمها راح يكون صغير، تقدر تحطها في أي مكان وتقدر تتعقبها من وين ما كنت في العالم. فهذه هي جمال هذه التقنية. وبالمناسبة هذه الحركة راح تكون في الآيفونات الجديدة لما يضيع آيفونك. يعني تخيل ضاع تلفونك ما حصلته، لا شابك بالواي فاي ولا شابك بالخدمة البيانات، شو راح يسوي؟ خلاص ما بتعرف وين مكانه؟ لا، اي حد يخطف من هناك راح الايفون يتكلم معهم. طبعا لازم يكون في بطارية، هذا اهم شيء، راح يتكلم مع التلفونات الثانية بنفس الموجات اليو 1 شيب، وراح يستعير انترنت ويخبرك وين مكانه. وبكذا حلينا اكثر مشكلة في تطبيق فايند ماي، واللي هو كيف اقدر اتوصل للايفون او للقطعة لما يكون ما في واي فاي ولا انترنت في الجهاز. وعشان كذا اشوف هذه من اذكى واحلى التكنولوجيات اللي ابل وفرتها في 2020، وعشان كذا ابل اجلتها. انا قلت لكم ان احتمال من شهر 6 لين مؤتمر الايفون ان هذه القطعة راح تكون متوفرة، بس ما توفرت. والسبب ان هذه القطعة عشان تشتغل بطريقة مثالية تحتاج ان الناس تكون حية، تكون تتحرك راح يسار يمين، تتمشى، التلفونات موجودة، الايفون 12، الايفون 11، ابل ووتش، هذه اللي راح القطع تستعير الانترنت منها. فاذا نحن في عصر كورونا، في عصر كل واحد يجلس في بيته وممنوع يطلع، هذا راح يقلل من إمكانية الوصول لهذه القطع. فأتوقع هذا سبب التأجيل الرئيسي، لأن مصادرنا تقول أن المنتجات جاهزة عادي في أي لحظة آبل تبدأ بيعها. طبعا نحن راح نغطي كل جديد في عالم آبل من قطع، من تكنولوجيا، من كل شيء. ففكروا في الاشتراك في القناة إذا كنتوا جدد، وحطوا لنا لايك إذا عجبكم الفيديو عشان يوصل للجميع. شكرا لكم على المتابعة والدعم والكلام الجميل في التعليقات، وكالعادة لحد الفيديو القادم أشوفكم على خير.